صباح الخير لكم مشاهدينا مع الساعات الأخيرة لنهاية عام 2018 وأنه نستقبل عام 2019 على أمل يكون حامل معه كل الأمان الخير الازدهار التطور والنجاح. كيف إذا كنا بدنا نحكي عن راوند أب لعام 2018 عن كل الأمور اللي صارت بهذه السنة وتحققت؟ رح نحكي أكثر عن التوقعات لعام 2019 للسنة مع دكتور سمير طومب العالم الفلكي اللي عنده 16 مؤلف بعلم الفلك. صباح الخير لك وأهلا وسهلا فيك، يعني خبرة واسعة بهذا العالم. لما بنحكي عن توقعات وعن الأبراج كمان، مين في غيرك يكون عم بيعطينا كل التفاصيل؟ ينعاد عليك بالبداية وإن شاء الله 2019 بتكون حاملة مع كل الخير والنجاح والصحة قبل كل شيء. إن شاء الله أكيد إلك أنت ولجميع اللي عم بيشاهدونا ولجميع اللبنانيين. نعم. حقيقة أنا يعني آخر مقابلة عملتها مع تلفزيون لبنان كان بحلقة خاصة عملتها مع عبير شرارة. عبير شرارة ببرنامج خواب الكلام. حبيت بس اذكر اهم التوقعات اللي ذكرتها. خلينا نحكي شوي، نعمل جوله على ابرز توقعات عام 2018 يلي حكيت عنهم مع الزميله عبير شراره ببرنامجها راوند اب عليهم على السريع قبل ما نرجع نفوت بتوقعات عام 2019. شو تحقق على الارض وشو اللي ما صار؟ يعني اذا بدي احكي كل اللي تحققوا بتخلص الحلقه كلها طبعاً على السريع. قبل كل شيء طبعا الكل يقولوا انه بركي ما بصير انتخابات او بصير، قلت الانتخابات بتصير بوقتها حسب القانون النسبي وحددت 15 دائره. قلت اول شيء انه رئيسنا بيبر يدخل اسم امراه للمره الاولى الى لوائحه الانتخابيه وبتفوز. كتله رئيس سعد حريري النيابيه بتنقص، يترأس سعد حريري اول حكومه بعد الانتخابات وبيتاخر بتاليفها. وهلا رح تساليني اذا في حكومه، اكيد طبعا انا بنظري قبل نهايه كانون الثاني 2019 بيصير في حكومه، حتى لو اضطر لبنان ياجل القمه الاقتصاديه العربيه بلبنان بده يضطر ياجلها، لانه ما حلو يصير في يعني حكومه تصريف اعمال هي تدير قمه عربيه. يعني انا بنظري انه بتالف الحكومه وبعدين بيصير في قمة عربية. المهم انه قبل نهاية كانون الثاني بيكون في حكومة. نعم. وليد جنبلاط قتلته بتكون اصغر، جبران بيصير بيفوز بالبترون وبتكبر قتلته، اللوائح اللبنانية بيزداد نوابهم، تهديدات متبادلة بين حزب الله واسرائيل بدون حصول اي حرب. يعني قد 2018 ما في حرب، بال 2017 كمان قلت ما في حرب، مع انه كل المتوقعين في حرب 2019؟ ما شايف، لا مش بلبنان، بسوريا. يعني بين سوريا وبين اسرائيل او على الارض السوريه. نعم. مع انه كل المتوقعين فزعوا الناس ورعبوهم ونزلوهم على الملاجئ، وبعضهم لهلا عم بيحكوا بهالنقطه. مزبوط. اسرائيل تبني حائط اسمنتي عازل بين الحدود مع لبنان، وهيدي انا الفلكي الوحيد بالعالم بكل بساطه يعني بقولها اللي جايب سيرتها. الوضع الأمني الداخلي في لبنان جيد، والقوى الأمنية تمسك الكثير من العصابات وخلايا الإرهاب وتحبط معظم محاولات التفجير والاغتيال قبل حصولها، وهيدي وزير الداخلية كثير شرحها وذكرها. الأشخاص الشدد المحتملين في مجلس النواب المقبل هم أسامة سعد، تيمور جنبلاط، جون عبيد، توني فرنجي، جبران بسيل، وميشيل المر. تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل من جهة وسوريا وحزب الله مقابل الجولان من جهة أخرى، وذلك بين آذار وحزيران 2018 بفترات أخرى. بشار الأسد يحرر الغوطة الشرقية وبعض الجيوب الأخرى ومناطق كثيرة. بتقوم إسرائيل باتصالات مع دول الخليج تبدأ سرية وتصير علنية، وتعمل على تطبيع العلاقات مع علاقات قطر مع السعودية وباقي دول الخليج بتعود تدريجيا إلى سابق عهدها. تزايد نفوذ ولي العهد محمد بن سلمان الذي يشرب الأخطار الأمنية والسياسية التي تلاحقه داخل وخارج السعودية. 2018 تنتهي بمصالحات السعودية مع اليمن وإسرائيل. عدد من القبائل بتقوم بمظاهرات تحت سيطار مطالب اقتصادية، لكن قوى الأمن تقمعها بالقوة في السعودية. تنتهي الحرب تقريبا باليمن مع نهاية 2018 بعد أن تعم البلاد الأمراض والأوبئة والمجاعة والدمار.
بفرنسا تبعت تراجع الوضع الاقتصادي وضرائب ومظاهرات، وهيدي شغلة أنا تميزت فيها. المعارضة الإيرانية بتعمل مظاهرات كتير كبيرة، أوروبيين بحافظوا على الدفاع النووي مع إيران وبيختلفوا مع أمريكا. وشغلة ذكرتها هون أنه أنا الوحيد اللي تميزت فيها أنه بيصير اجتماع قمة بين دونالد ترامب وبين كيم جونغ أون يعني رئيس كوريا الشمالية، وهذه كمان ما حدا جاب سيرتها، وقلتها بالتحديد بمقابلة مع تلفزيون أوربت قناة اليوم. كمان هذه الشغلة أنا فردت فيها، ما سمعت أي حدا غيري جاب سيرتها. نجاح فلاديمير بوتين، المواجهة الاقتصادية بتقوى كتير بين الصين وبين أمريكا، بيصير في مصالحة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، خطر أمني، تهدد تيريزا ماي، رئيس أمريكي بيغير كتير بوزرائه، وآخر مرة سمعنا بوزير الدفاع قدم استقالته. طبعا هو الأهم شيء هيدي هيك لمحة سريعة عن توقعاتك لعام 2018 عن أبرز الأمور اللي تحققت على الأرض. خلينا نفوت لأن كتار ناطرين هلأ أبرز توقعات عام 2019، شو ناطرنا بالسنة الجديدة وشو هي توقعاتك؟ ليك أنا دائما كل سنة بعمل دراسة لأهم الزعماء بلبنان. أنا عندي مقولة بتقول إنه حظ البلد من حظ زعمائه، ودائما نبلش بالرؤساء الثلاثة والزعماء المهمين، يعني دائما ببلش بفخامة الرئيس ميشيل عون. بعتبر 2019 سنة مصرية بتاريخ الرئيس ميشيل عون، لأنه بيصير وسطي أكثر، أكثر استقلالية عن محاور داخلية والإقليمية، بتقوى إيجابيته بالأقوال والأفعال والتراوب بالمواقف وتدوير الزوايا، بيكون على وفاق مع سعد الحريري، بيكثفوا معا اجتماعات الحكومة لتسريع قرار المشاريع والقوانين، لشعوره انه 2019 مصرية على لبنان والعالم العربي، وإعادة رسم الدول والأنظمة بالشرق الأوسط. هلا هون عندي توقع صحي يمكن ما يعجب البعض، اللي هو هلا دائما انا ما بعرف توقعاتي الصحيه بتزبط معه. قبل ما نفوت على التوقع الصحي، اقرار المشاريع والقوانين مع فخامه رئيس الحكومه سعد الحريري قريبه؟ هلا هيدا نحن هلا عم نحكي عن 2019، بأوائل 2019 راح تكون ولا راح تكون بختامها او بنصها؟ لا هلا قريب بالفصل الاول. نعم يعني هيدي هلا كلها اشياء سريعه متسارعه يعني. نعم. بس تالف الحكومه. تفضل. الموضوع دائما بيقول يعني دائما انا ما بعرف ايش توقعاتي، يعني بيني وبين الرئيس في شويه كيمياء تبادل افكار او شيء. مره ذكرت انه بيوقع بيكسر ايده اليمين وشي من هالنوع، يعني ما بعرف ليش في توقعات صحيه عن الرئيس هون كثير. لذلك انا بس احكي شغله عنه صحيه، انا ما كتير برتاح. يعني انا هون بقول انه تراجع صحته بأزار، وبشهر ايار قد يدخل المستشفى، ان شاء الله يكون هذا كله غلط، سلامة قلبه لاجراء عملية او علاجات ضرورية تتطلب منه اخذ نقاهة والتوقف عن اداء اعماله لاسابيع. اوكي، في هذه الحالة يتحرك الطامحون للرئاسة المقبلة محليا واقليميا ودوليا استعدادا لاي احتمال طارئ، واولهم جبران باسيل واستعمار فرنجي. لهون رح اكتفي بهالقدر، ما رح كمل التوقع اكثر من هيك. ليش معقول يصير بعد اكثر من هيك؟ ما بعرف، ما حكمل اكثر من هيك. نوصل لنا رئيس نبيه بري يتخذ مواقف اكثر استقلاليه عن حزب الله، ويعمل على ابعاد شخصه وابعاد حركه امل وكتلته النيابيه عن الصراعات الاقليميه وعن الدخول في الخلافات السنيه الشيعيه التي تكبر في النفوس وفي الشارع. ينجح الى حد كبير في التقارب مع خصومه السابقين واهمهم رئيس ميشيل عون جبران باسيل. يقبل بتطبيق قوانين منع الفساد والهدر، بدءا بتخفيض رواتب ومخصصات النواب الحاليين والغاء رواتب النواب السابقين، وكذلك تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء وكبار الموظفين في المؤسسات العامة، ويعيد تنظيم كوادر حركة أمل، وتضحية بعدد كبير من الموظفين الفاسدين أو الوهميين تابعين له في القطاع العام، يحصل على منصب شرف عربي أو دولي هام. سعد الحريري طبعا مع حفظ الألقاب هون بيصير يعني بيشتغل ضمن هدنة داخلية بتفرضها توترات وصدمات عسكرية،
بين سوريا واسرائيل من جهه، يعني اول شهرين بالسنه بيكون في صدام عسكري قوي يعني بالمنطقه، يعني كانون الثاني وشباط. نعم. وبين اسرائيل وغزه، ولبنان بيتعرض لتهديدات جديه من فرنسا والمجتمع الدولي انه يسرع بالاصلاحات تحت ضغط انه قروض مؤتمر سيرز تتحول الى بلدان اخرى. وهون يعني في كثير مؤسسات تجاريه، مئات اذا مش اكثر، بدها تفلس، وفي هجره شركات عربيه واجنبيه لبنان الى بلدان اخرى اكثر امانا سياسيا واقتصاديا. هلا هون كثير بيسالوني هل هي في خطر على الليره؟ انا بقول هذا السؤال بدي اساله كريم. اوكي، هلا هي عمليا يعني انه ان هي على وشك تنضرب الليره، بس قبل ما تنضرب الليره يعني هي بدها تكون عم بتبلش تتحرك تتالف الحكومه. بس رح تضل الليره ماشي حالها. رح تضلها ماشي حالها، اوكي. هلا على الصعيد هو الشخصي 2019 تحمل معها تعزيز لوضع سعد حريري الشخصي سياسيا واقتصاديا، وسيعالج معظم مشاكله الماليه ومشاريعه المتعثره في عده بلدان. وزراء تيار المستقبل سيتميزون يمكن هالمره، ما بدي علي على المرات السابقه، ما شغلت علي انا، يتميزون هالمره بالشفافيه والانتاجيه ونظافه الكف. بس الشيء اللي اكيد اللي واضح انه الحكومه الجديده رح يكون من اهم مميزاتها انه رح تعالج البيئه، يعني سنه 2019 هي سنه البيئه بامتياز. في تنظيف لكل الانهار، في توقيف المقالع والكسرات والمرامل، فينا نطمن بالنا انه صار فينا ناكل خضره وفواكه، بده يتراجع عدد الاصابات بالسرطان. وزاره الصحه رح تراقب اكثر بكثير الادويه والمنتجات الزراعيه، يعني في شغل على الارض والامراض والاوبئه والهوره، ورح يقف التلوث. هو تتشكل الحكومه والباقي هين. ايه شيء اكيد منه. هلا رح اوصل بس للبطريرك بشار الراعي. 2019 هي سنه مصيريه في حياته كرئيس الكنيسه المارونيه، لانها قد تحمل معها نقله نوعيه وتنحي عن مقام البطريركيه في النصف الثاني من السنه بضغط من المطارنه الموارنه وطلب مباشر من الفاتيكان. قد يشكو من مشاكل في الجهاز الهضمي. يقوم البطريرك بشار الراعي بالتنسيق مع رئيس الجمهوريه بتحرك مشترك تجاه موارنة سوريا، وقد يزور رعاياه في عدة محافظات سورية آمنة، ويتلقى هدية من الدولة السورية قطعة أرض لبناء كاتدرائية يمولها أغنياء الموارنة السوريين. يزور البطريرك الراعي مع وفد من المطارنة دونالد ترامب بالمطالبة بحماية حقوق المسيحيين في لبنان والشرق، ورفع العقوبات الاقتصادية التي لا تطال حزب الله لوحده بل تطال اقتصاد اللبناني وجميع اللبنانيين. وصلنا هون لسماحة السيد الميكرو بدي اعزبك. وصلنا لسماحة الميكروفون. لأنه بلا الصوت ما راح نسمع شيء وما راح يمشي الحال ونكفي بالتوقعات. علقوا بالجاكيت قادر؟ بركي منعزب حدا من الشباب يساعدك. يلا مش الحال. هاي هي. اوكي. سيد حسن نصر الله يشجع الرئيس ميشيلون عن عودة الحوار بين اللبنانيين في قصر بعبدة لتسهيل ومعالجة التشنجات الداخلية، وسينفذ عقود كتلته النيابية بمحاربة الفساد، بتكون وزارات حزب الله ناجحة، وإذا قدر حزب الله يستلم وزارة الصحة بتقوم بتخفيض أسعار كثير من الأدوية، وبتسمح لعدة أدوية بدخول لبنان ومنها الدواء الإيراني والدواء السوري، طبعا إذا كان هالدواء بيمتلك المواصفات الطبية المطلوبة. عدة مستشفيات حكومية بتحصل على تمويل وتطوير من عدة دول صديقة لحزب الله بينها قطر وإيران. يحصل السيد حسن نصر الله على منصب شرف في الدولة الإيرانية تقديرا لجهوده. الوضع الجنوبي يبقى هادئا طوال 2019، لكن المواجهات تتكرر عدة مرات داخل سوريا بين إسرائيل من جهة والجيش السوري وحزب الله من جهة أخرى، خاصة من أول السنة وحتى منتصف ربيع 2019. خطر أمني يتهدد مسؤول أمني كبير في حزب الله موجود في سوريا أو خارج لبنان. هذه ممكن تكون حصلت هيدي الأسبوع الماضي، ممكن تكون حصلتها من بعد الاعتداء الإسرائيلي
اوقات بيجي التوقع سابق لاوانه. نعم. لان انا هيدا حكيتها هيدا على اساس 2019، وطبعا حكيتها من 10 ايام بقناه روسيا اليوم، ممكن تكون تحققت قبل اوانها. هون خبريه شوي منا حلوه بس هيك طلعت معي. القيادي جواد حسن نصر الله قد يتعرض لا سمح الله لاعتداء او كمين خارج لبنان. وليد جنبلاط يعمل فعليا على محاوله اضعاف اي منافس له في الوسط الدرزي سياسيا وشعبيا دون ان يتمكن من ذلك. بحاول يمد جسور لدروس سوريا، بده يجرب يبعت ابنه تيمور يتقرب بالنظام السوري، ما بيتوفق منيح بس بيقدر يتقرب من دروز الجولان. في محاولات ضغوط لانه يطالبوا باستقالة شيخ العقل نعيم حسن لانه بيعتبروه دروز المعارضة السورية انه متحيز الى دروز وليد جنبلاط، وممكن يحلوا القصة بيعملوا انتخابات شيخ عقل جديد. سمير جعجع بتميز السنة هيدي 2019 بالموضوعية والاعتدال والانفتاح على جميع الطوائف والأحزاب. الخبرية اللي أكثر شيء اعتبرتها بارزة شوي. قد يحصل تسوية مقبولة بين سمير جعجع وبيير الظاهر حول ملكية محطة LBCI. قد يعاني سمير جعجع من مشاكل في الجهاز الهضمي والرئتين تفرض عليه إجراء علاجات هامة. رح تنحل قصة المؤسسة اللبنانية للإرسال بين سمير جعجع وبيير الظاهر؟ ممكن يصير في تسوية بالتراضي أو شيء من هالنوع. نعم. جبران باسيل سنته كتير صاخبة وكتير مهمة بمستقبله السياسي. يزداد وزير جبران باسيل تحررا من تأثير عمه الرئيس ميشيل عمر، يخطط لمستقبله السياسي منفردا. السنة بده يتحرك بحرية وطلاقة أكثر من كل السنوات. نعم. يعني السنة مصيرية بحياته السياسية من خلال تقوية زعامته داخل التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، وهو يعمل على تقوية علاقاته العربية والدولية ودول الاغتراب، وسينجح في جلب رؤوس أموال واستثمارات من عدة دول بينها الصين وروسيا وإيران. يزور إيران ويجتمع مع مسؤولين سياسيين كبار ويعدهم بالتواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لتخفيف العقوبات على إيران وحزب الله مقابل دعمه لمعركة الرئاسة المقبلة، ويتمكن جزئيا من ذلك. يختلف مع عدد من نواب كتلة لبنان القوي وأهمهم شامل روكوز والمستشارة الرئاسية ميراي ميشيل عون، لأنه بنظر هالأشخاص بنظرهم عم بياخد دوره ودور غيره وما بيستشير حدا. هلا هاي خبرية ما لها علاقة بالسياسة، فضيحة فساد مالي أو فضيحة شخصية قد تهز جبران باسيل لفترة من الوقت. متعلقة بجبران باسيل تحديدا؟ متعلقة بجبران باسيل. في شغلة لفتت الانتباه عند العماد جوزيف عون قائد الجيش رح ضوي عليها. عدة دول أجنبية أهمها الولايات المتحدة وفرنسا ترشح العماد جوزيف عون سرا لمعركة رئاسة الجمهورية اللبنانية المقبلة. نعم. رح فوت بتوقعات لبنان. يعني صار هو وجبران باسيل على معركة كرمال يترأسوا وسلامة فرنجية. وسلامة فرنجية. نعم. نعم. رح فوت بتوقعات لبنان العامة. إغلاق عدد كبير من المقالع والكسرات والمرامل غير القانونية وحتى القانونية، وبده يصير في تضييق عليها كثير. يتم إنشاء عدة محارق في عدد من المحافظات، وتجد الحكومة اللبنانية حلا شبه نهائيا لمشكلة النفايات بإنشاء معامل فرز وتدوير بالتنسيق مع البلديات. يعني السنة في حل لموضوع النفايات. موسم السياحة بيكون مزدهر طوال السنة مش بس بالصيفية. وزارة السياحة تتفق مع شركة طيران الميدل إيست ونقابة الفنادق والمطاعم على تخفيض تكاليف السفر والإقامة وإجراء حملات دعائية وترويجية للسياحة في لبنان بالتنسيق مع سفارات لبنان في الخارج والمغتربين اللبنانيين. كما يتم الترويج أيضا للسياحة الدينية والاستشفائية، ودول الخليج بتوقف الحظر على سفر رعاية إلى لبنان. في ازدهار للسياحة عام 2019 على مدار السنة. نعم. تعمل الحكومة اللبنانية على تجهيز وتوسيع وافتتاح مطار القليعات عقار
مطار مدني جديد بانتظار توسيع مطار رفيق الحريري. أما مطار رياء العسكري فيتم تطويره على يد فرنسا وبصير مطار للطوافات وللطيارات العسكرية الصغيرة. وهناك مشروع آخر يقضي بإنشاء مطار مدني في بلدة حماد قضاء البترون بتمويل من مؤتمر سادر، وقد يتحقق المشروع في نهاية 2019 أو 2020. تبدأ الحكومة الجديدة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي طلبها مؤتمر ساد، تتحسن الدورة الاقتصادية تصاعديا ابتداء من شهر شباط، تتحرك مجددا حركة بيع العقارات. هذه خبرية بتناسب اللي عمروا بنيات وشقق وما قادرين يبيعوها، ترجع قروض مؤسسة الإسكان والبنوك بيرجعوا بيعطوا قروض اللي حابين يتجوزوا ووقفوا زواجهم. نعم. وعندها تبدأ القروض الدولية الميسرة بالوصول تباعا، وتكون حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة هي الأفضل بالنسبة له، يعني بقولوا الثالثة سابتة بتكون أفضل حكومة له. بيعتبر الرئيس ميشيل عون أنه هالحكومة هي اللي بتمثله، بيعتبرها فعلا حكومة العهد الأولى. شركات عالمية تدخل على خط معالجة مشكلة الكهرباء، وقد يشهد لبنان قبل نهاية 2019 حلا نهائيا لهذه الأزمة، والكهرباء بتصير 24/24. طمنا اللبنانيين هلا. ومعامل الكهرباء الوطنية تصبح جاهزة وبكلفة غير عالية، وبداعا لمافيا الموتورات وشركات الكهرباء الخاصة. يعني بطل في موتورات وكهرباء 24/24. ايه صح؟ ما عجبتك الخبرية؟ بالعكس؟ حلوة. هلا رح بلش شوي بكم خبرية مش كتير حلوين. على صعيد لبنان؟ حلوة. هلا بناخذ بريك من مره كم خبريه مش كثير حلوين. احتمال حصول هزه ارضيه متوسطه في البحر في الربيع وترتفع الامواج وتطمر اليابسة. هلا انا عم ببين معي يمكن بين الناقوره وجبال، محتمل اكثر شيء بين الوزاعي بالربيع، يبدو اكثر شيء بالربيع. الحكومه اللبنانيه ترفع الدعم عن الكهرباء، يعني هون هيدي بتطبق المثل، الحكومة بتعطي باليمين بتسلح بالشمال. يعني بحس العدادات انهم بيوفروا على اللبناني كلفة المطر بيغلوا الكهرباء تبع الدولة، بتصير في توازن. عدة عشائر في البقاع تشتبك مع بعضها نتيجة سعر اشياء سعر، والبعض منها يشتبك مع حزب الله والجيش. وفاة سياسي هام او رجل دين هام بانفجار مدبر له من جهة وصولية. يتحرك الإسلاميون في طرابلس مطالبين بالعفو عن أبنائهم المسجونين، ويلجؤون للعنف والاعتداء على مراكز الجيش وخطف عناصر منهم ومن قوى الأمن الداخلي لمبادلتهم بالمساجين، وذلك في الفصل الأول من 2019. السعودية تقدم وديعة توضع في المصرف المركزي لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي. وزارة مكافحة الفساد تكتشف فضيحة فساد كبيرة في الحكومة السابقة، ويتم توقيف وزراء ومدراء عامين واسترجاع أموال منهوبة. يعني هالمرة وزارة مكافحة الفساد بتكون فعالة أكثر. يعني أول وزارة مكافحة الفساد كانت هيك بروفا، يعني تيست. لا هالمرة بتكون فعالة أكثر وعندها صلاحيات شوي أكثر. مخترع لبناني أو لبنانية أو مخترعة لبنانية يكتشف لقاح ضد السرطان. يشهد الفصل الثاني من 2019 يوم حداد رسمي. امتي خلينا نرجع نذكر. يشهد الفصل الثاني على التقريب هيك من 2019 يوم حداد رسمي. يعني ب ما بعرف شو. ايار؟ ما بعرف. الفصل الثاني يعني. من الشهر الرابع او الخامس او السادس. نعم. احباط عدة عمليات ارهابية موجهة ضد الجيش ومراكز حزب الله في الضاحية والبقاع والجنوب على يد عناصر من داعش. أمريكا لن تسمح للحكومة اللبنانية بتشريع زراعة الحشيشة لأنها ستكون مصدر تمويل هام لحزب الله ولبيئته الحاضنة. عبيبين مع أنه عدة قرى أو مدن رح تقوى السياحة فيها طبعا من بعد تنظيف الأنهر والبيئة والتربة وكل شيء، عدة مثل زحلة
بعلبك بين معي ضيعة جديدة أنا ما كنت سمع فيها اسم النبي شيت الباترون مناطق جديدة رح تقوى السياحة كتير فيها. هولي عن لبنان. نعم. في كم خبرية عربية في مازون إذا معنا وقت؟ في عنا بعض الأبراج ما بعرف أنت شو برأيك؟ دي معنا وقت. فضل نبلش بالأبراج حتى لأنه الأبراج كتار وكل واحد بده يعرف برجه وناطر يعرف التوقعات ناطرته لعام 2019. رح نبدأ نحن وياك بالبداية مع أولى الأبراج وبرج الحمل. سنة سنت مين دكتور توم؟ أسد. يلا هلا بالليل. يلا. قوس جوزاء. أنت شو عبالي؟ مش عبالي. أنت اللي عبالك بدك تقوله واللي مزبوط بدنا نسمعه. آه مزبوط. ما في مسيرة. أبدا. لك هو أكتر شيء تنقدر نعرف مين مين البرج المميز. نشوف كوكب الحظ وين موجود. كوكب الحظ هو جوبيتر المشتري. لما يكون بنبتون او بلوتون بيكون كوكب لا جوبيتر. نعم. بنشوف وين موجود. جوبيتر هلا موجود بالقوس. دخل ب 8 نوفمبر 2018 8 تشرين الثاني دخل على القوس. نعم. هلا هو موجود بالقوس بيبقى ل 2 ديسمبر 2019. يعني سنة القوس. ايه. عرفت علي كيف؟ بيبقى مستمر يعني سنة كاملة. نعم. عرفت علي كيف؟ هلا مين بيستفيد منه بظهر البيعة؟ الأبراج النارية الأخرى. يعني الحمل والأسد. يعني إذا خيك منيح بتستفيدي أنت كمان. عرفت كيف؟ الأبراج النارية نعم. بيستفيدوا بظهر البيعة. بس الجوزاء ما له حصة السنة. أنت جوزاء؟ أنا جوزاء. يلا هلا مصاري. يلا. رح نبلش مع برج الحمل. طبعا هلا هولي مختصرين عم نقراهم. اللي بحب يقراهم بالتفصيل الممل بيقدر يفوت على الويب سايت تبعي. بحب تقريبا سميرتومب.com www.samirtomb.com صح؟ هيدا هو الويب سايت. وفي حال كمان حابين يتواصلوا معك فيهم يتصلوا على رقم التليفون اللي هو 03-66-70-99 وانت جاهز ترد على كافة اتصالاتهم وجاوب على كل تساؤلاتهم صح؟ صح. يلا تفضل. أول شيء برج الحمل بال 2019 إن المربع الفلكي بين كوكب ساتورن وبلوتون في البيت العاشر يسبب بعض التأخير في تسلسل الأحداث علاقات مهنية واجتماعية غير ميسرة. لكن لحسن الحظ هناك دعم فلكي من مكان آخر. هلا دائما بالفلك في توازن يعني دائما في تأثير إيجابي مثلا سلبي من هون بيلو في واحد إيجابي. يعني منيح إنه في خير بالكون في خير وفي شر. نعم. وإلا الحياة بتصير يعني كارثة. لكن لحسن الحظ هناك دعم فلكي من مكان آخر يحقق التوازن وهو دخول كوكب الحظ جوبيتر إلى برج القوس الحليف للحمل. هلأ القوس موجود بالقوس اللي هو خيو للحمل. يعني بيساعده واللي بيستقر حتى أوائل ديسمبر 2019 واللي بيدعم الحمل بكل شيء وبيعطيه الحظ بحرك المشاريع الجامدة. بالحب مع جوبيتر في القوس لقاء محتمل وارد في أي لحظة طوال 2019 وبيكون مختلف عن اللقاءات الكتير العادية ويمكن أنه ينتهي بخطبة أو زواج إذا كانت النوايا صافية. توقعات برج الثور بدءا من 6 اذار مارس كوكب يورانوس يلي هو كوكب المفاجآت عنها نسميه. كوكب يورانوس لانه بعيد عن الارض كتير هو يعني برمته طويله بتطول كتير يعني اذا لحق دخل على برج بيقعد سنين طويله. بدءا من 6 اذار مارس يدخل الى الثور بيكون الجو المهني بيتغير للافضل. عروض مهنيه جديده بيحصل عليها والمولود الثور بيشعر بالحاجة لإعادة تنظيم حياته وأعماله خاصة إذا كان عمله حر. دعم آخر بيجي من كوكبي ساتورن وبلوتون اللي بيمنحوه الخبرة والاحتراف والطموح وكل ما يمكن أن يوصلوا إلى النجاح والسلطة والمركز. بالحب في عودة محتملة لحبيب قديم. في مثل بيقول ما عنده قديم
ما عنده جديد. ظهور معجب جديد، حب من أول نظرة. المهم أنه يتحول الحب إلى ارتباط فعلي، خصوصا الفتيات اللي تخطوا عمر 30. هذا برج الثور. توقعات برج الجوزاء. سر النجاح السنة هو التقدم بحذر ومواجهة الصعوبات بالحنكة والدبلوماسية اللي بتميز فيها مولود الجوزاء. كوكب جوبيتر ببرج القوس المقابل للجوزاء حتى أوائل كانون الأول ديسمبر بيسبب لك أيوة جوزاء بعد المتاعب، خلافات مع المعاونين. يعني بدك تختلفي مع سينا هاتك. ليه اخترت سينا يعني؟ شو حبيبة قلبي سينا خليل. ما عاد تتبرمش. عم مع بعض. هيك لكن هلا جاي تخلفنا ولا جاي تعطينا التوقعات المنيحة دكتور تومب؟ تفضل. يسبب لك بعد المتاعب خلافات مع المعاونين والشركاء في العمل. كوكب نبتون المضلل قد يعدك بأمور تكتشفي بعدين إنها كانت وهمية أو جاءت توقيتها غير مطابق للتوقيت. هو كوكب نبتون بيعطي شوية أوهام يعني، لكن مشكلته الجوزاء إنه هو لأنه هو مزاجي، نبتون هون بيصير يعطيه أفكار وهمية، لكن في وضع فلكي آخر بيعوض لك كل شيء. هو وجود أورانوس حتى 5 آذار بوضع كوكب المفاجآت، يعني كوكب المفاجآت بيعطيك أفكار وتجدد وفرص غير مألوفة. وجوبيتر بيتوقف عن مضايقتك باثنين كانون الأول ديسمبر، وآخر شهر بالسنة بيعوض لك كل خسائر محتملة اجتك من تأثيرات سلبية. بالحب للمتزوجين، بما أنه أنت متزوجة هي اللي أقدم لك يا دي، تضعف الثقة المتبادلة وبخف التقارب، انتبهي. لكن المغرمين بيحلوا مشاكلهم بالحوار، وانت مبين عليك الغرام واضح. اما البعض الاخر فيختار الانفصال او تكبير الاستقلاليه. للعازبين جوبيتر يجمعكم بلقاءات حلوه وفي اوقات وامكنه غير منتظره، لكن احتمالات الخطبه والزواج غير مرتفعه. صحه تتحسن بدءا من 6 اذار، لكن في هناك بعض الصعوبات بالنوم وحساسية الربيع. إذا قلقت بالليل كلي خس بينعس. هاي نصيحة خاصة. أنا أبدا ما بقلع على فكرة. ما بتقلقي؟ أبدا. ما عندك هموم أبدا؟ أبدا أبدا أبدا. بنام ملو عيني. هو اللي بيشتغل تلفزيون بنام معهم. هيك برأيك؟ مرتاحين نحن. معاشاتكم بتاخذ العقل. مش على المعاشات، بالعكس هي مهمة تكون النفسية مرتاحة. نفسية مرتاح. لما يكون الإنسان مرتاح ما بيطلع على الأمور المادية. لأنه المعاملة ممتازة. طبيعي. طيب توقعات برج السرطان. تفضل. كوكب أورانوس بوجوده ببرج الثور يدفعك إلى التغيير في نظام الحياة ونظام العمل، شرط أن تبقى واقعيا ولا تغرق في الأحلام والخيال. مشكلته السرطان إنه منه كتير واقعي. إذا كان عملك يناسبك كوكب جوبيتر بالبيت السادس يعني سيزيام ميزون حتى أوائل كانون الأول ديسمبر سيدعمك ويزيد من مدخولك. بالحب بدءا من 6 آذار مارس 2019 تحمل معها كل جديد عندما يتمركز يورانوس ببرج الثور الذي هو برج صديق للسرطان. اجتماعيا هناك تقارب بينك وبين الناس وعودة العلاقات قديمة تستفيد منا إنسانيا ومهنيا. هلا شو في بعد السرطان؟ نعم بعد السرطان شو بيجي؟ عذراء؟ لا أسد. أسد؟ هذا العام كل شيء ممكن بفضل الدعم الكامل من جوبيتر وأورانوس. فجوبيتر الموجود بالقوس اللي هو برج صديق للأسد حتى بداية كانون الأول ديسمبر يدعمك مهنيا واجتماعيا. يورانوس الموجود ببرج الثور من 6 آذار مارس حتى آخر السنة طبعاً بيدفعك للتجدد والسفر وإكمال الدراسة أو تغيير نوع العمل والتميز عن الآخرين بكل شيء. ساتورن وبلوتون بالبيت السادس بيت العمل يرفع طموحاتك إلى الأعلى، لا تتردد إذن وبادر في كل شيء. في الحب بيظهر من جديد لذا من يبحث عن الحب وعلى أسس جدية وصلبة بيظهر الحب يعني والعلاقة الجدية خاصة للفتيات. يعني البنت الأسد بتحصل على الحب الجدي اللي هي
بتحلم فيه. برج العذراء، إذا كنت أيها العذراء ترغب هذا العام بالظهور وتحمل مسؤوليات إضافية أو جديدة أو ترفع من مستوى أعمالك، فهناك ثلاثة كواكب جاهزة لدعمك. يورانوس كوكب التجدد بوجوده بستة أذار مارس وحتى نهاية 2019 ببرج الثور اللي هو برج صديق للعذراء، بيمنحك الأفكار اللامعة والجريئة والنشاط الإضافي لوضع موضع التنفيذ. أنت الموصوف بالتنظيم والواقعية. بالحب، ساتورن وبلوتون بالبيت الخامس بيت اللقاءات بيفتح أمامك باب التعارف مع نوايات جديدة ومستويات أعلى، تختار منها ما يناسبك للصداقة أو للارتباط. جوبيتر بالقوس ونبتون بالحوت بيدفعوك بالمبالغة باستعمال رصيدك الصحي. توقعات برج الميزان، من أول السنة وحتى 6 أذار الأجواء المهنية والاجتماعية ضاغطة، فإبرانيوس ببرج الحمل مقابل برجك يعني بعيد 180 درجة، يعني إذا بتطلع بالزودياك بتلاقي إنه الحمل قبال الميزان بين بعضهم، بيخلوا أعمالك غير مستقرة، وساتورن وبلوتون بالجدي بيعرق لك كمان. إذا تحرك ببطء ولا تغامر، لكن وجود جوبيتر بالقوس اللي هو برج صديق لك بيرفع معنوياتك وحظك مجددا بأذار وحتى أوائل كانون الأول ديسمبر، وهيك بيخلق توازن كتير منيح إلك. وجود ساتورن وبلوتون بالبيت الرابع يقدم إلك أو للبعض دعم عائلي غير منتظر مادي ومعنوي. بالحب، مع جوبيتر بالبيت الثالث بيت التبادل حتى أوائل كانون الأول، الرغبة بالحب والارتباط لدى مولود الميزان ترتفع، لكن المتطلبات بتكون كبيرة أيضا. أعلى فترة للنجاح العاطفي عند الميزان هي بين أذار وتشرين الأول أكتوبر. توقعات برج العقرب، إذا كنت بتحلم بالوصول إلى المركز اللي أنت عم تتمناه أو تحقيق أهم أهدافك القديمة، هيدا ممكن بالعام 2019، فكوكب ساتورن ببرج الجدي في برج صديق لك يفتح أمامك الطرقات المغلقة ويدعم جهودك. بلوتون شفيع برجك بيمنحك الأفكار والخطط الاستراتيجية الرابحة. بدءا من 6 أذار مارس، يورانيوس كوكب التجدد يدخل إلى برج الثور مقابل برجك ويضع أمامك المفاجآت والأحداث واللقاءات غير المنتظرة، وما عليك إلا سرعة المبادرة وعدم تفويت الفرص. في عندك احتمال سفر أو تغيير مكان سكن أو نوع العمل. بالحب، الأجواء العاطفية بتكون إجمالا غير مستقرة خاصة بين 6 أذار ونهاية 2019. الفتاة العقرب معرضة بالأخص لحب من طرف واحد أو بتكون عرضة للاستغلال العاطفي من شريك كاذب. توقعات برج القوس للعام 2019، برج السنة يعني. كوكب يورانوس يدعم الإبداع والنشاطات بوجوده تباعا في البيت الخامس والسادس، وكوكب المشتري جوبيتر بوجوده في برجك يا مولود القوس حتى مطلع كانون الأول، يعطيك الحظ في العمل والفرص السعيدة والترقية في المركز أو زيادة بالمدخول. وجود ساتورن وبلوتون ببرج الجدي يدعوك إلى مزيد من الجدية والحد من المصاريف والهدر وعدم خوض المغامرات المهنية الخطرة. يعني القوس لما بحس حاله أنه عنده طاقة وعنده اندفاع، بحس حاله أنه عم بيخوض يمكن مجالات شوي فيها خطر مثل البورصة الأسهم، أو بيفوت بمجالات ما بيفهم فيها ممكن أنه يعرضه للخسارة. بالحب، لمن يبحث عن الحب سيحصل على ما يتمناه، ولمن يريد الاستقرار والزواج كوكب جوبيتر بيساعده بتحقيق غايته. برج الجدي، كوكب ساتورن وبلوتون متواجدين ببرج الجدي بيقدموا لمولود الجدي الدعم والتقدم بالعمل وتجربة وسائل وطموحات جديدة.
مسؤوليات جديدة أو ترقية بيحصل عليها الجدي، وهيدي فرصته عام 2019 لإثبات كفاءته العلمية والمهنية. باثنين كانون الأول ديسمبر يدخل المشتري جوبيتر إلى برج الجدي، بيعطيه الحظ الكامل للترقي والتقدم وفرض شروطه بالعمل والمجتمع والتبادل مع الناس. هلا هون الجدي بيصير هو البرج المحظوظ ابتداء من 2 ديسمبر، يعني كوكب الحظ بيطلع من القوس بيفوت على الجدي ب 2 ديسمبر، بس بيبقى لل 2020 بيبقى أوكي. لديسمبر يعني بنهايه 2019 بفوت على برج الجدي. الجدي بيصير هو البرج المحظوظ باخر شهر بالسنه، بكمل 2020. بالحب لن يكون مولود الجدي متواضعا بل متطلبا، ولن يرضى بشريك عادي. شيء حلو طالبه شيء تقالي يعني، خاصه البنات يعني. بدءا من 6 اذار مارس مع دخول اورانوس لبيت اللقاءات اي البيت الخامس، الحظ سيحالف الجدي وسيلتقي الشخص الذي سيبحث عنه من الجنس الآخر. برج الدلو في العام 2019 كوكب جوبيتر الموجود طوال السنة حتى مطلع كانون الأول ديسمبر ببرج القوس الذي هو برج صديق له، بيجعلوا الدلو يشتغل بظروف ملائمة مع أشخاص بيتفاهم معهم، حيث أنه أفكاره وطموحاته بتكون واقعية وقابلة للتنفيذ حتى نهاية الطريق. بستة أذار يورانوس يدخل إلى برج الثور بمربع مع برجه، بيجلب معه الكثير من المفاجآت والأسرار غير المنتظرة. جوبيتر بالقوس كفيل بإصلاح أي سوء تفاهم محتمل. جوبيتر يفتح باب التعارف طوال السنة، وكوكب الزهرة فينوس أيضاً اللي هو كوكب الحب بيكون له دور بتحويل الصداقات العادية إلى حب وارتباط. آخر برج اللي هو برج الحوت، كوكب نبتون متواجد في برج الحوت طوال السنة بيجعله يتطور بعمله إذا كان من رجال الأعمال، وبيكون مقدر من رؤسائه إذا كان موظف. لكن جوبيتر من أول السنة وحتى مطلع كانون الأول ديسمبر في تقاطع سلبي في البيت العاشر بيت النشاطات، بيجعلوه يختلف مع محيطه الاجتماعي والمهني ومع شركائه، وقد يكون معرض لخسارة أو غش في حال لم يراقب تفاصيل أي عقد بيوقعه مع أشخاص عم بيتعامل معهم مهنيا للمرة الأولى. بالربيع كوكب نبتون يفتح أمامه أبواب السفر إذا كان راغب بالعمل خارج بلده. بالحب ما رح يضيع وقته بالأحلام العاطفية والعلاقات المستحيلة، وبيكون واقعي وأمامه عدة فرص لتعارف هام وجدي بنيسان وتموز وتشرين الأول. هلأ كنا حابين نعرف كل برج مع مين بيتفق أكتر وشو العلاقة اللي بتربطه مع البرج الثاني، ولكن لضيق الوقت ما وقفي عنا للأسف وقت يسمح لنا أنه نحكي بهالتفاصيل كلها، ولكن كل الأشخاص اللي حابين يعرفوا مزيد من التفاصيل ما علينا غير يشتروا الكتاب أو يفوتوا على الويب سايت. لا ما عندي كتاب. ويب سايت على الويب سايت على الخاص الويب سايت samirtomb.com samir samirtomb.com أو يتصلوا فيك لمزيد من التفاصيل على 0-366-70-99. بدي أشكرك دكتور سمير تومب العالم الفلكي، وبدي أتمنى لك سنة 2019 تكون سنة خير لك ولا لبنان. أنا بحب أقول شغلة مش تمني، أنا بقول أنه تلفزيون لبنان رح يكون له مجلس إدارة جديد بال 2019 ووضعه رح يزبط، هو إذاعة لبنان، مع أنه وزارة الإعلام ما حدا عم بيقبل ياخدها، ما بعرف شو السر، ولا حزب عم بيقبل ياخدها. غريب هالقصة يعني، انا اذا عرضوا علي انا بقبل فيها، عرفت كيف؟ ليش كل الاحزاب عم بيرفضوها ما بعرف، مع انها وزارة هي اللي بتنطق بعمال مجلس الوزراء يعني. والناطر تلفزيون لبنان لقدام بعد احسن. لا انا رايي ان وزارة الاعلام
رح يزيدوا لها ميزانيتها ورح تكون فاعله ان شاء الله. الله يسمع منك وان شاء الله كل التوقعات الايجابيه بتتحقق والتوقعات السلبيه ما بدنا شيء منها يصير. على امل يكون الخير والسلام والامان لوطننا لبنان هو له الاولويه. بدي اشكر وجودك معنا، اهلا وسهلا فيك وسنه خير لك ولعائلتك، ينعاد عليك يا رب، اهلا وسهلا. ميرسي عليك. ميرسي. مشاهدينا بدي اتمنى لكم سنه مجيده ان شاء الله يا رب، 2019 بتكون حامله معها كل الخير الامان السلام والازدهار. النجاح قبل كل شيء حطوه بعقولكم انه انتم قادرين تحققوا كل الامانه وكل الاحلام لما تنووا على الشغله. على امل نرجع نلتقي فيكم بالسنه الجديده اذا الله راد، تضلوا بخير، سوقوا على مهلكم وانتبهوا على الطرقات.